نحن الآن متواجدين في أحد نقاط رجال الجيش العربي السوري والذي يقوم بعمليات باتجاه تواجد الإرهابيين في منطقة المقابر. الآن كما ترصد كاميرا الإخبارية السورية، هذه أحد التلال التي يتحصن فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي. ستقوم وحدات من الجيش العربي بمؤازرة القوات الرديفة باقتحام هذه التلة للسيطرة عليها. من خلال السيطرة على هذه التلة سيكون أكثر من نصف منطقة المقابر هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري، كونها تلة استراتيجية تشرف على عمق تواجد الإرهابيين. الآن الاشتباكات تدور في محيط هذه التلة، والرمايات النارية والتمهيد المدفعي من قبل أبطال الجيش العربي السوري باتجاه التلة يعمل على قتل من تبقى من فلول الإرهابيين. طبعا هذه المنطقة الممتدة بين التلال هي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. هنا تدور عمليات بين رجال الجيش العربي السوري ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. طبعا الجيش العربي السوري يؤازره القوات الرديفة. الآن نحن في أحد نقاط تواجد الجيش العربي السوري. من هذه النقطة أيضا يتم توجيه رمايات نارية تعتبر هي منطقة إسناد ناري للوحدات المتقدمة من الوحدات العاملة على الأرض من أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. أيضا صباح اليوم تم استهداف هذه المنطقة بسلاح الجو بعدة غارات استهدفت تحركات العناصر الإرهابية. من أحد النقاط المشرفة على منطقة المقابر مع رجال الجيش العربي السوري للإخبارية السورية أحمد الحمدوش.